السلام عليكم، فين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه والمغفره باش ما تمنيتوا ان شاء الله ويحققكم ربي ما في نيتكم. المهم الاخوان، غابر عليكم الناس اللي متبعاني، راه عارفين التفاعل هود لي، استمراريه قليله على حسب الخدمه، على حسب الوقت ما كاينش. الواحد اللي كيكون عنده الوقت راه كيعملكم فيديوهات، اللي ما كيكونش عنده الوقت الله غالب. انا اليوم جالس عملت لكم فيديوهات، بصح يوميا ما نقدرش نعمل فيديوهات، كنحاول ولكن لا غالب. المهم اخوتي، التواصل اعطيتكم كلشي في صندوق الوصف في اول تعليق. المهم اخوتي، اليوم نهضركم على القانون ديال الريغو بارافورماسيون، يعني القانون ديال التكوين اللي داروه هادي واحد عام ولا عامين تقريبا، عملوه 2021، طبقوه نهار 2022 في شهر 8. المهم ما علينا، عرفتي واش تسمعوني مزيان؟ بزاف ديال الدراري كيجيو من اسبانيا اخوتي، كيعملوا شهادة السكنة، كيطلعوا بحالهم فرنسا، بلجيكا، هولندا، كيبقى يدور من بلاد لبلاد من بلاد لبلاد، كيلقى راسو دار في 6 سنين في اوروبا، ما خلى حتى دولة. ها هو في السويد، ها هو في سويسرا، ها هو في الدنمارك، ها هو في بلجيكا، في الاخر كيقول لك انا هو نعمل القانون ديال عامين في اسبانيا. انت ضيعتي 6 سنين من عمرك ديالك في واحد الدولة، ما عملتيش الوراق وما قديتيش تصبر واحد عامين ولا 3 سنين في واحد الدولة تتصاوب الوريقات ديالك عاد تطلع تريسكي مع راسك. المهم شو هذا الموضوع ديالنا؟ بغيت نقول لكم واحد الحاجة، هذا القانون ديال الريغو بارافورماسيون ما كنهضرش عليه بزاف. المهم باش تكونوا عارفين الخلاصة ديالو، السبب ديالو كامل هو أن هاد الاسبانيول ما كيخدموش، يعني ولاد هاد البلاد ما بغاوش يخدموا، ولاد هاد البلاد باغي الخدمة ما فيهاش التمارة، باغيين يتخلصوا مزيان، باغيين يسهروا، باغيين يخرجوا، باغيين يتساروا. المهم راكم عارفين الشهرية ما كتوصلش ل20 في الشهر، كتلقى الفين ديال الميس كتلقى الاسبانيولي كيحل التلاجة كيلقاها خاوية. علاش؟ حيت هما مولفين الخروج والمصروف كيصرفوه، هادي كتلقى خصو يمشي مرخصة تاع الكوافور، هو خصو يمشي يسهر مع صحابو، زيدو زيدو زيد، ما كيضربوش الحساب من الشهر. المهم الحياة ديالهم هايدة، والخدمة راكم عارفين الخدمة ديالهم ماشي هي الخدمة، راه أيتها خدمة، راه الإسبانيول ما كيبغيوش يخدموا، وهادي والبلاد والحكومة عارفين هاد الشيء هذا، ولكن ما كيستعرفوش به. وباش يتجنبوا داك اش كيسميوها، داك الحملات اللي كانوا كيعملوا على حسب التسوية الجماعية، شنو داروا؟ داروا هذا القانون ديال الريغو بارافورماسيون باش يغطيو الشمس بالغربال. يعني حنا عندنا مهاجرين غير نظاميين في اسبانيا، غادي نعملوا لهم واحد القالب، غادي نعدلوا لهم القانون ديال عامين اللي اصلا هو بحال هو 3 سنين، يعني ما زايد ما ناقص، شنو انت غيعطيوك واحد العام ناقص تشد فيه الوراق ديال باش تقرا بيهم، باش ما تقولش ما بغاوش يسجلوني في التكوين على اساس انا عندي جواز سفر ما عنديش رقم بطاقه الاقامه. المهم ما علينا، شكنو داروا؟ داروا هذا القانون ديال الريغو بارافورماسيون اللي هو اصلا حتى هو فيه 3 سنين، غير هو زولو عام، كيعطيوك ديك الكارطه باش تقدر تدور بها وتعمل بها مسائل قانونيه وتهود بها للمغرب عند المده عام. في حاله لا قريتي وخرجتي التكوين ديالك وضباتي كونطرا ودفعتي، راه يجددوها لك. في حالة لما درتي والو غتسالى العام غتقانونها لك، يعني غيحيدوهم لك. المهم دابا هما باش ما كيبينوش الواقع، ولاد بلادهم ما بغاوش يخدموا، يعني هما عندهم النقص في اليد العاملة بزاف ديال المجالات، يعني كل ولاية وباش متميزة. مثلا مشيتي للشمال مناطق فحال كانطابريا، استورياس، غاليسيا، يعني كتميز بالصيد البحري، خصهم خدامه في الصيد البحري. مشيتي للجنوب خصهم فلاحه، خصهم المناطق الصناعيه، خصهم الناس اللي عندها الدومينات عاوتاني ديال الفونتانيريا، كاربينتيريا، بينتورا، وزيد وزيد. ولاد بلادهم ما غيخدموش في هاد الدومينات هادو قليل، خصوصا الفلاحه ومجال الزراعه، المهم داكشي ديال التماره. اذا شنو داروا؟ داروا التكوين، يعني كل منطقه كتلقى السي بي ديالها، مكتب الشغل كيدير لك واحد تريمستري ديال اليد العامله اللي خصهم، ديال الدومينات الخدمه اللي ناقصين، مثلا كاميونيروس، صحاب كاميوات، صحاب لي ريبارتيدورس اللي كيفرقوا السلعه، وزيدو زيدو زيدو زيدو. يعني اي واحد
هنا في اسبانيا عنده عامين غيضرب عامين غادي يمشي عمل ما يمشي لمكتب الشغل غادي يطلب واحد الطالب انه غيعمل غيغو بارا فورماسيون غيعطيهم التكوين اللي غيدير غيعمر الطلب وغيدفع وغيعطيوه الاقامه ديال العام فيها رقم باش يمشي يتسجل وتقرا ديك التكوين ومن بعد فاش تشد التكوين تشد الدبلوما تجيب لهم الكونترا داك الدومين هذاك اللي انت عملتي يعني هما باغين يديوك يعني تخدم الخدمه اللي باغين هما يعني هما عندهم مشكل في الترانسبورتي ديال المواد الغذائيه مثلا اللي كيفرق السلعه بحال اولا كتفرق باكيتي بحال امازون بحال علي اكسبريس هادو اللي كيخدموا مع ديك السي تي تي كيخدموا مع بزاف ديال الشركات عندهم النقص عاد العياد العامله اللي كيسوقوا الكميوات مثلا كيوصلوا ميركانسيا من مدينه لمدينه ولا من بلاد لبلاد وزيدوا زيد اذا شنو عملوا لك عملوا لك التكوين هذا على اساس انك زعما غتكون وغدير غدير الوراق وغتخدم ديك المجال كاين اللي عامل تالميناج بصح واحد في المغرب عملوا غير انت في المغرب كنتي مثلا كتعمل التجاره ولا كتعمل ولا خدام كاع ميكانيك وجيتي عملتي التكوين ميكانيك وانت ما قاريش اللغه والنيفيل ديالو طالع وزيد وزيد كتقد انك تضطر انك تعمل الميناج كورسو ديال التكوين ديال الميناج باش تاخذ الوراق ولكن طبعا انت دابا حنايا ولاد البلاد اللي عايقين وفايقين راه انت مثلا عندك شي دوميت ميكانيك وعارف ان داك الدوميت ميكانيك صعيب تعدلو ما كانش عندك مثلا البكالوريا ولا اللغه حيت هو النيفيل 3 و 4 اذا انت مضطر انك تعمل اي تكوين عادي سهل باش تاخذ عليه اللغه تجيب الكونترا ديالو تخدم عليه بصح كي فوا تصحح الوريقه ديالك قوم ديك الميناج الله يعاونك وسير دفع شي قلب على شي كونترا في الدومين ديالك اللي انت كتعرف فيه مثلا شنو هاد البلاد هادي يعني عندها مشكل في اليد العامله بزاف د المجالات وكتغطيه بهذا القانون ديال الرايغو بارا فورماسيون هو في الصالح ديال الجامع علاش الانسان يعمل الوريقه ديالو ويمشي يخدم الخدمه ديالو فاش يصحح الوريقه ديالو يعطيو اوتوريزاسيون ديال الخدمه ما غيبقاش هو خدام في الميناج ولا يبقى خدام في ديك الخدمه ديال اللي ما عجبهاش هو عنده صنعه ديالو غيمشي يخدم الدومين ديالو حنايا يعني كنقولوا يعني هما كيبغيو هما في الافكار ديالهم يعني هاد النسبه ديال الناس اللي داروا القانون ديال غير بارا فورماسيون غيغطيو به يعني النقص في اليد العامله بصح ما غيغطيوش 100% يعني كاين الناس مضطره انها تعمل هذا القانون على اساس تصاوب الوراق وهذا في صالح الجامع بالنسبه للدراري دابا غير بارا فورماسيون راه غيعملوا غير بارا دابا الدراري اللي كيجيو اسبانيا ولا كاع البنات اللي كيجيو اسبانيا كيقول لك انا غام عامين عند فعل الوراق ما بقاوش كيخمموا في القانون ديال 3 سنين يعني هو باغي يعمل كورس وتكوين يعني هو بيدهم جعلوك انك تطمع في عامين ل 3 سنين بالنسبه للدراري اللي كتكون عندها خدمه يعني عندك الخدمه وعندك الخيفي اللي خدام معاه غادي يعطيك الكونترا ما غيبيع لك ما والو يعني من احسن كمل 3 سنين ديالك ودفع للقانون ديال الرايغو سوسيال اما لما عندكش كونترا وعندك مشكل يعني في الكونترا وهذه يعني غتضطر انك تمشي تقرا هاد الرايغو بارا فورماسيون وغتعمل التكوين وغتمشي تستاجي وهذيك الناس اللي استاجيتي عندهم يعني لعل وعسى يشدوك حيت كاين الناس بزاف وقعت لهم هيدا وكاين الناس بزاف اللي ما شدوهمش يعني كاين الناس بزاف اللي رفضوا ليهم المهم داكشي بزاف الحالات على حسب كل ولايه وعلى حسب كل منطقه المهم هذا هو الموضوع ديالنا انا هضرتكم غير على هاد النقط باش تعرفوا علاش اسبانيا دارت هذا القانون هذا وهذا القانون دابا الوراق اخوتي غير مساله وقت يعني الواحد فاش جا اوروبا داكشي اللي هضرت عليه في الاول الفيديو فاش جا اوروبا وحط رجلو في اسبانيا كمل لك عامين ديالك وجرب حظك وشد الوريقات ديالك بعدك كاين الدراري دابا عملوا الوراق ولكن رجعوا عاود ثاني طلعوا ها هو بلجيكا ها هو في هولندا وهذاك الوراق عندهم عام واذا ما عملتيش بهم التكوين ولا راه هي فيها غير كتقرا راه ما فيها شي او لا فيها مده عام وفيها بانك غتقرا كتقرا ستودينتي ولا شنو كل واحد شنو عامل له على حسب الدراسه اللي عملتي التكوين اللي ما عامل راه ما تنفعك فوالو تنفعك غير في الخروج وتسارع على الحريه ديالك تهود المغرب هذه صحيح غتسالى المده الزمنيه ديالها ولا ما قريتي ما عملتي والو غيحيدوها لك غتبدا من الزيرو عاود ثاني شنو هي الواحد اللي شد هاد الوراق يكمل يعني يعمل الكورسو ديالو ويخرج ويمشي من بعد يجيب كونترا في الكورسو قبل ما يتسالوا له الوراق بداك الكورسو مطول عاود يزيدوا لك عاود عام اخر بصح الواحد اخوتي
ماشي يشبع داك الواقع يعطيها غير الدورات ها هو في المغرب ها هو كيتسارى هنا هنا راه غتسالك غتضيع لك بزاف الدراري وعملوا هايده كاين الدراري شدوهم وطلعوا بحالهم اوروبا الفوقي وها كيغليو نهار اللي غتسالهم غيولي حارق عاوتاني بحال الاول يعني. وهادوك اللي كيطلعوني هنايا وكيعملوا شهاده السكنه ويطلعوا راكم غالطين يعني. جيتيني هنايا حاول انك تصبر داك عامين ثلاث سنين صاوب الوريقات ديالك صح الوريقات ديالك وسير الله يسهل عليك. هادشي اللي كنقول لكم اخوتي. المهم هاد الفيديو في هاد المعلومات هادي وصافي. اي سؤال خليوه لي في التعاليق التواصل انا غنخلي لكم في الديسكريبسيون كلشي في اول تعليق القناه الصفحه وفيسبوك انستغرام مسائل كامله. تحياتي للجميع ولا غبت عليكم عذروني اخوتي وبارطاجيو هاد الفيديو مع الناس اللي يهم الموضوع. تحياتي للجميع السلام عليكم.